بالحب تلقاك البدور، ضيف الأمان والسرور، فيك العطايا والأجور، يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الأخيار وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وحول بوحي إليهم وقت لقاها الله أما الله يسكبر أروتيو وحين كل أحترنا بشي فضل قبضنايد وحين أسي دوانينا وقت أغسي فضل قبضنا أو طبنكي دمبي وهبين دم بلا بدون ان شاء الله. طبعا كادم بوحا كوشرا هبين كيف فضلك بدنا ليلة القدر لورني. ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر وفرصة انه الله في عن قيمة بدن إلهينا سبحانه وتعالى وحا ينسي فرصة عمرك ما دام انه نول هاي نفتو اينو جيرتو فرصدها اما شان اسكا اي وقتي الى هاي ونسيي او انه غفا ايدينيو اد بيو فربدين قفك الى هاي غرانسيو فرصدها قاركود وا ساعد والبا وهي الدعادي بدلا تاغنت هايو وحا لا يري قفك صومن دعادي سوا لا اقبلا سيدو النبي حسين عليه الصلاه والسلام حديث كي سكنا فرصدها اسمالين ولي هبين والبوين هاي سنايو عبادوين كا اي نقودين اينا صلاة اي كمتاي بادو عادين يا عمل اي لغو اقبلا يا عدسيين فرصدها قاركود نوا اسبوعي اما وحويا تضبات كي بهالمر سيدا جمعادنا اينا هاي سنو حتى اينا تكن اينا ساعة لجابه وكجره سيدا ليلة القدر قال لغو نحقري وقت قال لغو رجب بدن يهي نوي هاي وقت جاي نقول مشغول بدن هاي أمدت كوش مع هذه الشيء استلاوه وآه قرحة مركع يصير عيس أما عصر كجابن تدك قلبا ما يلبقك على ميد سك عيارة قلاد الحيستا قلا سك شيء كيستا وقت يدا إلا هو كوش فرصة ها قاركود نوا سنة كيبا مرة سيدا تن النسوة جهدي نقول سوى شيء سن وآه دو قفك هل مر إلى هاي وافتشيو ميدو هراوك عكره هل قرني وحكدو عمرقي سهل قرني وحكدو أيوه رأوك عكره ذاتك عمري قوده والله دير يا أبو نبي عليه الصلاة والسلام مركا وقفك عمل ونأكسن يسمى فلي مادو عمرقي سهل الله دير يا علماء دقار كذو حكو فسرين والله بركايا ووحو كفا إذا استاقفك الله وافتيا فرصدها في عنا أينو كهضينو ليلة القدر قد برد أوربينو اسكيقبر عروتين دورنا ككوبادو حوية فضل قيده فالليجاد إلى هاي القرآن كوك جور رمي سبحانه وتعالى آيات كائن وآخرين سورة الدخان هي كتر سورة القدر لبضوا هبين برا كيسنبو إلى هاي كتر المامي وقو آمدا واوين سنة كيوردان إلى هاي وقال سبحانه وتعالى قو آمدا سوى نوعيك للدولة ذاتك عالم كان توقع عرف كي لكل ميين عيدو عسيا عيدو الدولية شرك خير كقدر كجيريد النرشة وحل سو غارسيا ملائكه وحقريه كو فولينيا هبين كاي سغا سوره دنبا الهي وارنكيسا كغا ورلمي سوره القدر اي الله يدا سوره دا هبين كليله القدر كا ورميس فضائل بدن به هبين كان وشيغتي سوره وحا كميد انو الهي سو دجيه كتاب كان كريم كا او اه وحي الهي وادومها او هبيو سيي وحي اوغو وينا sidaa daraaddeed baad arkaysaa inuu ilaahay mar kalena sii baraarujiyey habeenka fadligiisa waxa uu isticmaalay istifaam litafkiim waltacdiim su'aal buu soo dhigay oo uu ku sheegay inuu weyn yahay wamaa adraaka maa laylatu lqadr maxaa ku ogeysiyaad ka taqaana habeenka hadduu ilaahay ku yidhi maxaa ku ogeysiyey habeenkan weynaantiisa lagu muujinayaa lagu baraarujinaya habeenkan ilaahay fadligiisu suuradda kaga waramaa wuxuu tilmaamay kun bilood inuu ka khayr badan yahay وخير ما هين لمديه انتو كخير بدن يهين الله يقان سبحانه وتعالى
أبين كان ملايكتو وحي لسوا دقيان خيرك نحريست بركضة انت أبنا باهي وين بينو قبنا إلهي نبلايو إنكو ينغتشو جنيا سبحانه وتعالى أبين كان استقع سورة وحي تلمانتين ويهي نبتقليو لغن نبتقلي آفاتك يا عقابك يا عذابك يا عرض الله سبحانه وتعالى انت أسوا إلهي باينو مغانو غن هينو نغن نبتقليو أبين كان استقع وحاو تلمامي aan in malaa'igti ay soo dagays malaa'igtuna waxa loo og yahay inay khayrun la soo dagto gaar ahaan malaa'ikul jibriil baa ilaahay u sii magacaabay oo malaa'iga khayrka badnaa ee yahuuddu ay nacayeen ay lahaayeen waa cadawga yahuudda markay nabiga la murmayeen yahuuddu waxa habeenka isaga sida hadduu quraanku u tilmaamay fadligiisa rasuulkuna sallallahu alayhi wa sallam wuxuu xusay habeenkan inuu fadli leeyahay weyn شيخنا مركات فلقي سأوقاته واحد فلنا يسا هوشا كوتا الله سيدا وقو قيمها بضان سياد فضلق أوهش نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وحو الله هاي هذين كالقفك استاقع عباديست من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبي أدو قفك هذين كان عباديسته سيقو إلهي إن أجر كسوغي رميسان وحو إلهي ويبو هاي وحلق الله فادن بغيهوري dadka qaar kood baa laga yaabaa inay la fududday dambiga hore laga dhaafa dambiga aynu galeyna waa waxa inoogu daran aynaan dunyadeenana ku iibsan karayn in dadka aynu ku faanaano ay naga dhaafi karayn rabbuna subhanahu wahda ilaahay baa kaligii dambiga dhaafa ghafiru dhunub marka in dambigii hore laga dhaafo xayaatadaadu mid cusub oo tacaruurta weeg ay noqoto waxaad u qiimo badan weeye habeenkan isaga nuqdada labaad aynu kaga hadli lahayn waxa weeye halkuu ku jiraa ilaahay baa ka jawaabay inaa anzalnaahu fii laylati alqadr shahru ramadaana aladii unzila fiihi alqur'aan aayadaha marka la isla akhriya wuxuu tilmaamaysa waxay sheegayaan inuu habeenkani ku jiro bisha ramadaan oo weliba uu rasuulkuna sii cayimi doono calayhi salaatu wasalaam su-aalaha isweydiinta le waxa weeye ummadihii hore habeenkan miya haysteen ma jiray waqtigii rusushii hore asxaabiga abi dar la yidhaahdo radia allahu canhu rasuulku su-aal weydiiyey wuxuu uhi yaa rasuul allahi akhbirnii can laylati alqadr ahiya fii ramadaana am fii hayri waxaan ku su-aali lahaa habeenkaa laylat lqadrigu ma ramadaan buu ku jiraa mise bilaha kale qaala bal hiya fii ramadaan nebigu wuxuu ku jawaabay calayhi salaatu wasalaam ramadaan buu ku jiraa qaala takunu maca alambiyaai maa kaanuu faidaa qubiduu ruficat am hiya ilaa yowmi alqiyaama wuxuu uhi ma nebiyadii hore ayaa la siin jiray markay tegeenna way la tagtay miyaa mise habeenkani siduu u jiray ambiyadii horeba ay u haysteen ayuu ilaa qiyaamaha usii socdaay u jiraa markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku jawaabay bal hiya ilaa yowmi alqiyaama ma habeenkani wuu jirayaa laga soo bilaabo waqhtigii ambiyadii hore ilaa qiyaamaha waa habeen jiraya waxayse culimmadu leeyihin maadaam qur-aanku aanu hore uga warrabin in ummadihii hore la siiyaya waxay fadli ka heleen wallaahu aclam waxaa laga faa'idaysan karaa inuu fadligeedu iyo ajrigeedu ummaddan ku gaar yahay sida ilaahayba ummaddan waxyaabo badan oo ummadihii hore aanay helin barakada rasuulka sala allahu calayhi wasalam ay u heleen oo ay ka mid tahay jumcada laftigeedu jumcada waxaa loo bandhigay ummadihii inaga horreeyey reer banu israa'iil kadibna way ka cudur daarteen ama way ka warwareegeen oo yuhuud iyo nasaaro waxay u guureen sabtida iyo axadda iyagoo dib u dhacnimo doortay marka siduu ilaahay ummaddan jumcada iyo saacatul ijaabaheeda u waafajiyey habeenkanna ilaahay ummaddan uu fadligeeda waafajiyey wuu sii cayimay rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxaanu ku koobay tobanka dambe in lagu dadaalo taxarraw laylata alqadri fi alcashri alawaakhiri min ramadaan ku dadaala buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam tobanka dambe ee bisha ramadaan macnaha sanadkiiba ka soo dhex baxday ramadaan way soo dhaaftay tobanka dambe kusoo ururtay weliba ashfaacda uu ka kaxeeyey nebigu iyo awtaartu geeyey tirada isku buuxda kuma jirtee tirada dhiman buu kasii dhigay nebigu calayhi salaatu wasalaam taxarraw laylata alqadri fi lwitri min alcashri alawaakhiri min ramadaan xadiidkii bukhaari tobanka dambe tirada isdhiman ku dadaala buu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam wa hiya fi sabci alawaakhiri aqrab weliba toddobada dambe ay usii dhowaatay sida xadiidka ibnu cumar uu tilmaamayo rag asxaabtii ka mid oo qiimo badnaa allaha ka raalli noqdo ayaa waxaa la tusiyo ilaahay manaam ku tusiyey manaamka wanaagsane mu'minku arkaano waa qayb nebinimada ka mid oo lagu bushaaraysanayo
أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر وحي منام كودي أبطي هذين كاس إنو يهي طبنك الدنباء ووليبة تضبط الدنباء مركا رسولك نوحي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر منام كي نوحا نواركا تضبط الدنباء إنو سيقول عاية طبنك تضبط الدنباء كسيد دلالة مركا للنبي عليه الصلاة والسلام وحاول التمسوها في العشر الأواخر فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي أدو أنت هرقفك يرعى تساء أما كير دالو أو هرقفك فإذن كروا تضبط الدبية إذن داف أحاديث ثوحة كامل حديث كشنات وحي سيغن ورين أي أوي ابن كعب وهل كوسي لو يهي لغو رجب بذن يهي بوسيح الصيو وحول والله أعلم أن وحول والله الأعلم أبي بن كعب صحابي قاسو حكايني الرسول كقيمها بالدقاري قاوين وحول لي والله الأعلم انتو دارتبا وحول الله وانوغه أي ليلة هي أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي الليلة 27 وهبين كنا فرينا نبي وكد ذا الله هبين كتضبي الله باتنا هذا سقنا ساس كسيد أرتي وحي علماء السويديين مركز آدو شرحية مسألة ابن حجر في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري حديث واتناوي يذو كلا دودوان بي طبان كيد دنبا كسا أرارتي قار كود وابي تراد بوحدي كحسين قار بضانينا تراد إسلمان كوبي الله باتن إلى سقالي الله باتن محالقو جمعنا يا حديث وحل إسقو قينا يا حديث تسيان مدن الله تورين الله وضع عمل فلاه وحوي ليلة القدر لا تختص ليلة القدر بالليلة معينة في جميع الأعوام بل تتنقل فتكون في عام ليلة 27 مثلا وفي عام آخر ليلة 25 تبعا لمشيئة الله وحكمة أبين كان اترادا يسلمانها كجرة طبعا كده منها كجرة لكنه يتنقل في أوتار الليالي وقرقورة يا هبين كان استنضها وصلنا ذا حلقة يا بينو كوبي الله تنك قالوا صلنا ذا حلقة يا واستحي الله بات شني الله تن تضبي الله بات سلاين وصعدوا مركان نصوص دي أما حديث دي كسار أرتي مذ ولي بس دي وشيء قوي السنة دي بقول هاي قوي مركان ما جرنا يصير سنة كن كيبو كوها جاية بكوبي الله تن كام مسين تقدم بيس مركان وين تكو هذا دداشو سيادة بحلو قصة ما يسأ ما عدو كابته بإذن الله تعالى قلب كأفرادين وحك حسي لها وحويا ما الحكمة في إخفائها حكمة كتر توام حي قرنتين مو إلى هاي فرت بين ناس عرب أو راه دواتن هبين كاسون هلا قوم تلاه إلهي بقريي ليكثر عمل العباد في طلبها في تلك الليالي الفاضلة بالصلاة والذكر والدعاء والقراءة وغيرها من الأعمال إلى هاي وحو قريي سأين عمل قبض سنه بني آدم كان والله يقانا نفط وحي كهر شوكتا عمل بدنين وسمايو وإلهي وكدونيو مركا غورول أو لوسي وروريا شيغابا وسي يريا مركا سيو قفكو عمل كا أوبات صدا إيا خيرك وآيه سي أيا لوغو دحقريي مددا إيا دا إلوسو دوويي دا هبين كان وح أستاماما لي أما علامة دا مركا اللا إيغو وحاولي بي لين علماتو علامات مقارنة واللاحقة على مدى كحرير سن إياكوا كدب إيمان أيها على مدى كحرير سن وحكم إذا إن هبين كان لأرك قوة الإضاءة مدام ملايكتي لها إسوي دارانيس وصيص عانيس إساس عانيس إفتين كوينو بطاء كره وحكم إذا طمانينة دقناش دقناش حق الضبيلها دقناش حق النفطة وقفك قلق أيه وسواسك الشيطان وكي يراده وحكم إذا اللذة في العبادة إن هبينك عبادة وقفك مؤمنك هاو معاناته أو بطسده كبدال وايو على أبوينك اللاحقة آه كدبت تقية سيد رسولك حسين صلى الله عليه وسلم وحكم إذا قرع ذي صوب حيسة هبينك صبح كدن بي إيادو آدو صافية ومركا شعاعية فلاره أي كويرين أما آن لهين على مدن لاحقة هادو هبينك تجيب محي شيء جيس وحي شيء جيس إن أتكفر أحضه أو أتكب شاريس تحلى إنه ألا كوافتي
qodobka lixaad aynu xusi lahay waxa weeye maxay yihiin howlaha inoo yaalla oo ta u muhiimsanna ah howlaha inoo yaalla waxa weeye asiyaam walqiyaam walqiraa walducaa waaldikr waalcilm waalictikaaf waalamru bilmacruuf waalnahyu can ilmunkar xallaa waxaa soo khayra maalinkii waxaynu ku cambiraynaa soomkii iyo akhrintii qur'aanka iyo sadaqadii iyo cilmigii aynu baranaynay wanaaggii aynu dadka faraynay xumaantii aynu u diidaynay halkaasaynu ka wadaynaa habeenkiina waxaa lagu camirayaa iyadoo intaasiba yaallaan in haddana qiyaamkii aada loo badiyo oo qur'aankii kariimkaha maalintii waad akhriyaysay habeenkiina aada dhegta maasho oo qaarigii sida fiican ugu qurxinaya qiradiisa qalbigaaga u dhaadhaco qur'aanku liyu'athiraka kahiiran sifiin fara badan uu kuu saameeyo waayo rasuulku wuxuu lahaa sala allahu calayhi wasalam asxaabtiisa markii uhi asxaabigay igu dul akhri miyaan kugu dul akhriyaa buu uhi iyadoo lagugu soo dejiyay haabu waxaan jecelahay inaan cid kale qur'aanka ka dhagaysto si uu markaa aada ugu dhugto ugu dhadhamiyo qofkii ay u saamaxayso ictikaafku wuu ictikaafayaa masaajku ku nagaanayaa si uu khalaawo dhaba u galo waa khalaawo la ogolyahay ummadihii hore qalwooyinka iyo sawmacadaha iyo kaniisadaha ay ku qalaawan jireen laakiin ictikaafkeennu waa qalaawadeenni ayaamaada adduunka kaya dhexbaxaysa weeye si aad ula noolaato jawigaa cibaadada qofkii ay u suuragalayso ictikaafkaasoo mutataabic iyo mutaqatic labadaba leh mid isku xidhiirsan iyo qofkii aanay duruuftu u saamaxaynin mid googo-aan buu isaguna oo wakhtiga uu soo haleelo ah ayaa uu la iman doonaa ictikaafkaasina kuma gaar ahaa saddexda masjid oo qura laakiin masjid waloo jimcad iyo jamaca lagu tukado waa lagu ictikaafi karayaa waxyaabaha inoo yaalla waxay inoo weydiisay rasuulka sala allahu calayhi wasalam xaaskiisii qiimaha badnayd caalimada ahayd caaisha radi allahu canha waxay tidhi haddii ilaahay bay ogeysiiyey amay waafajiye laylat lqadri maxaan idhaahdaa ducuu faray markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiidku daliil wuxuu yahay guud ahaan inaad loo ducaysanayo ducadana waxaa horyaal u ah ama ugu sii horeeya tuu u laqimay rasuulku sala allahu calayhi wasalam xaaskiisa oo aan ku gooni ahayn ee aynu wada leenahay allahuma inaka cafuwun tuxibu lcafwa facfu cannaa weye ducadaas allahuma inaka cafuwun tuxibu lcafwa facfu cannii ilaahaw cafiskaagaa badan cafiskana waad jeceshahay oo ilaahay addoommaha cadaab lama jeclo iyagaa la kari laayah ilaahayw iska kaycaf ilaahaw iska kaycaf ilaahaw iska kaycaf sidaasaad ku ducaysanaysaa buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam inaguna saasaynu ku ducaysanaynaa howlaha inoo yaalla waa ku waaweeye waxaa la iska ilaalinayaa markaa waxa in badan aynu ku ibtilaysanna ee acmaashan ka soo horjeedee burin kara ee uu ka mid yahay waxaa laqwiga lay laqwiga inaad bilaa macne meel intood fadhiisato buuq samayso ood boolatiigto ood been daldasho waxaad iska ilaalinaysaa shaxda iyo dunnada iyo afcaasha kaa mashquulinaysa wardigii waxaa la iska ilaalinayaa waxyaabahan la yidhaahdo waa ciyaaro daayartii soomi lahayd ciyaaray u saareen qaarkood ibliiskiiba xaggaa laydhka uga shiday markaasaa la odhanayaa ciyaarihii rabadaan rabadaan ciyaaro uma baahne waxay u baahan tahay cibaada nin ciyaaray oo tabar badan bixiyoo dhididayna biibsi buu iska cabaayay iyo sharaab waa dariiqo shaydaanku dadka ugu soo marmarsooday siduu uga burin lahaa soomka waxaad iska ilaalinaysaa majaalis alghaafiliin dadka kaafiliinta ah ee qaadka iyo sigaarka cunaya majaalista ay fadhiistaan ee ummadda lagu xamanayo ee qiiq iyo qayladu ay ka duulayaan waxaad iska ilaalinaysaa xanta iyo beenta iyo xadgudubka waxaad iska ilaalinaysaa ganacsiga ayaamaha ciiddu inuu kula tago oo uu ku dhaafiyo ayaamaha fadliga badan wakhti iska cibaadayso wakhtina dee shaqayso laakiin fursaddan habeenkii ay ku dhaafi allahuma ajcalna miman saama ashahra waadraka laylat alqadr wafaaza bithawaabi aljaziil alajr allahuma ajcalna min asaabiqiina ila alkhayraat alhaaribiina cala almunkaraat alaaminiina fi lgurufaat maca aladiina ancamta calayhim wawaqaytahum usayi'aat allahuma acidna min mudilaati alfitan wajanibna alfawaaxisha maa dahara minha wamaa batan allahuma arzuqna shukra nicmatik wa xusna cibaadatika ya arxama araaximiin واجعلنا من أهل طاعتك وولايتك وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة